Mixer yapar. شباب هذا قرص صياد. اكو بعض يقول ما ينزل الخشب، يقول الثقل مال بلبل بلبل خفيف. صحيح انا وياك، هو من تفتح الباب مال مسيده لازم شنو تنزله على ما يريد يطق. هسه شوف القبر مال قلم، قبر مال قلم يصير. انت من تفتح هيجي نزل هذا، نزله عيار، تنزل يعني على الريشة. شوف قبر، ها قبر، نزل شوف يريد يطق انت تعوفه. شوف نفس الحالة، وكل فترة خلي دهن على السبرنج حتى يكون مرن ويصير سبرنج قوي ويرجع نفس الحالة. ها تنزل، اكو هذا الفيديو لبعض اشخاص يقول سبرنج ماله قوي والخشب ماله البلبل خفيف مثل الريشة. اخوي اقدر على الريشة يصير. شوف قلم، ها قبر ما قلم. شوف لمس 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 لمس، شوف والله قطع ما قلم. ها في عن بعض مجال قطع نفس كلش حلو، خشب زان، لا بيزرف ولا هم يحزنون. متانة درجة أولى، قوة درجة أولى. تنسى القفص، من تشتري من هذا القفص تنسى كل قفص. مع تحياتي لكل أصدقائي، وهذا شغلي الحمد لله الحمد لله، وكل شيء بحقه، بس يقولون غالي بس يسوى والله العظيم. وما وقفص بتعب شوف ايديه جرح، بس الحمد لله هاي شغلنا واحنا نشتغل شغل نظيف. مع السلامه.